سلامكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم لو 1 فيفري 2023، اليوم راه انا عيد ميلادي، راه كملت 40 عام. ايوا كما كيقولوا 40 عام راه هي قمه الجبل، العمر كله بحال شي جبل كتبقى طالع 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 حتى كتوصل 40 عام. 40 عام قمة الجبل، ومن بعد كتبقى تهبط لا في الصحة لا كل شيء. ايوا الله يكبرنا في طاعته وصافي، هذا الشيء اللي غادي نقول. كما كتلاحظوا اليوم الجو مشمس، حرارة حالية دابا ناقص 9 دوغري. ايوا وخا الشمس راه ملي كتكون كتحس بالسخونيه ديالها على وجهك، ولكن ملي كتخرج لبرا راه كاين البرد. ناقص 9 البارح في الليل كانت ناقص 21، وغدا ان شاء الله غدا تكون ناقص 28 بالليل، وبعد غدا السبت غدا تكون ناقص 30. ان شاء الله بحول الله غادي نخرج في هذيك ناقص 30 ونصور لكم ونشوفوا الاجواء ديالها كي دايره. وبنهار غدا تكون ناقص 20، يعني البرد السيبيري القارس. وكاتبين في لاميتيو هذيك ناقص 30 غدا تكون غسونتي ناقص 45، يعني غدا تكون معها الريح، بحيث انه الحرارة الفعلية هي ناقص 30، ولكن الاحساس ديال الواحد مع الريح غدا تكون ناقص 45. ايوا هادشي اللي كاين، نجربوا هاد الحرارة هادي. الحمد لله اللي كاينين السيارات، الطوموبيل فيها واحد لوبسيون مركبها لانا ديال ريموت ستارت. اشنو كدير قبل ما تسكت الطوموبيل في الليل؟ كدير الفرفارة على 3 ولا 4، وكدير هذاك سيليكسيونور على الجاج، باش حتى الا كان ثلج على الجاج ولا هذا مجمد كيدوب، وكدير الحرارة على ماكسيموم. اون فوا كيسخن الموتور راه كيبدا يذوب داك الثلج على الجاج، الجاجة القدامية والجاجة اللورانية والجاج اللي في الجنب حتى هو، حيت لاكابين الوسط كتسخن، كتولي الحرارة ديالها تتوصل حتى ل 30. ديكو داكشي كيذوب، وكتجي كتلقى الطوموبيل واجدة سخونة. بالنسبة للزيت اللي كيديرو هنا للطوموبيلات، كاين 0W20 ولا 5W20، وكاين 5W30، مي قليل فين كديرو. هذاك كديرو في الصيف على حساب 30 دوغري، حيت هنا كتولي الحرارة في الصيف 30 دوغري فما فوق، ما بين 30 و 35. المهم كاين الصح، وفي البرد كاين اكستريم برد. نهار السبت راه ان شاء الله غدا تجي ديك ناقص 30، جربوها. حتى لدابا انا جربت وخرجت في ناقص، حاليا ناقص 14 هي اللي خرجت فيها. الصراحه البرد ديالهم زوين، البرد هنايا زوين. ماشي نجربوا هذيك ناقص 30، نشوفوا كي غادا تجي ان شاء الله. كما كتلاحظوا الناس خارجين ولكن في الطوموبيلات، الموظفين اللي كيكونوا ابي وداكشي راه حتى هما كيخرجوا، مي دابا وقت العمل باقي ما يخرجوش حتى 4 العشيه، يتبدلوا لي شيفت مع 3 4 العشيه، عاد كيبدا بنادم اللي خدام الصباح كيخرج مع 3، كاين اللي كيخرج مع 2 مع 3 مع 4، هادو هما الوقايات ديال لي شيفت اللي كيتبدلوا. كيدخلوا الناس اللي كيخدموا العشيه، وعاوتاني كي اللي كيخرج عاوتاني مع 9 ولا 10 ولا 11 الليل، وكيبداو عاوتاني الناس ديال الليل كيبداو الخدمه. هادو بالنسبه للخدامين اللي فيهم روتاسيون ديال 24 ساعه.
هاي واحد السيدة هاي جاية الليمن خارجة فد ناقص 90 دغري بخير مهم كبطة وغادة تقضي المسائل ديالها. راه واحد جوج الناس تما اغوش هنا جايين هنا جايين لهاد ماكدو ندخلوا ليه ناخذوا فيه الليفريزون اللي عندنا دابا. انا جاي انا رجعت لكم الاخوان خديت لا كوموند ديال السيده سميتها كريستن جي نديوها ليها كاينه هنايا في هاد لا ريجيون نيت هاد لا ريجيون سميتها ريفر فيو يعني منظر ديال لا ريفيير. اي 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 السيد مقدي باغي يسخن ايوا مهم هذا الصوت ديال جي بي اس ديال جوجل مابس كلشي هنا كيخدم جوجل مابس حيت مزيان شو هذيك ايماج ساتيليت كيعطيك كتشوف كتعرف لادريس اكزاكت وكتعرف ايماج ساتيليت كيعطيك اكزاكتومون داكشي فهمتي اصلا بعض المرات قبل ما توصل عند الكليان تقدر تشوف لادريسه وتشوف التصويره ديال الدار باش ما تلفش. انا كنستعمل ويز في المغرب وكازا على ود الزحام كيوريك الطرقان اللي خاوين وداكشي وهنا في هاد الكوان هذا بلاست ويز كنستعمل جوجل مابس حيت هنا ما كاينش الزحام كما كتلاحظوا تقدر تكمل المدينه كامله في 10 دقائق تقدر توصل لاي بلاصه من ريجيون توصل دغيا كتوصل ما كاينش الزحام كان ولا شويه ديال الزحام ولا كيجي مع الناس الجداد كيجيو كل عام ولا واحد شويه ديال الزحام لاحظتو في واحد لا ريجيون سميتها دياب مع 4 العشيه الوقت اللي كيخرجوا الموظفين تما كيكون الزحام من 4 ل 6 ولكن ماشي شي زحام هو كيبان لك الفيروج عامر بالطوموبيلات حتى واحد ما كيكلاكسوني مي دغيا كلشي كيوصل دغيا بالزربه وهنا كما كتلاحظوا في الطريق هذه راه دايرين هنا بحال قلتي دايرين اون فوا الوسط خاصه بالناس اللي باغي يدور حيت هنا ما عندهمش ديك اللعيبه ديال الخط متصل هذاك خط صفر متصل تقدر تدور منه في اي بنت. دابا حنا باغيين ندورو على اليسار كدير السينيال كتشد لافوا ديالك ديال الدوران فوالا وكتسنى هاد السيد هذا يدوز هذا واللي وراه هذا داير السينيال غادي يدور فوالا تبعو هذا. هنايا بالنسبه لحديث الالمان عندهم هاد الجيطه هادي مطلوبه بزاف كلشي كيبغيها كلشي كيشريها حيت صغيره واقتصاديه شنقول لكم توارق وباصات وعندك جيطه وغولف هما اللي كاينين بالنسبه للتوارق وباصات وداكشي الكبير ديال فولكسواغن قليل اون بليس هنا الطوموبيلات ديال الالمان خصك تكون خانز فلوس علاش حيت غير لونتروتيان ديالهم مثلا نعطيكم مثال غير فيدونج كديرو ب 4000 درهم تكون خانز فلوس دباس عليك ديكو ماشي اي واحد كيدير طوموبيلات الالمان هنا اللي مزيان اللي خدامين مزيان واقتصاديين وخدامين مزيان طوموبيلات جابون بالخصوص تويوتا وهوندا عندك تويوتا هوندا جوجهم لا يعلى عليهم بالنسبه اللي باغي طوموبيل اقتصاديه اللي باغي
لو لوكس وداك الشيء. هاي واحد مرسيدس كلاسي سي 205 دبليو 205. هنا التقاطع هذا ديال ستوب كيفاش كات ستوب اللي جا الاول هو اللي كي ماركي ستوب وكيزيد هو الاول. فهمتي كيفاش كيكون ستوب في 4 في ما كاينش ديك اللعيبه ديال الموليمان ولا اللي جا الاول هو اللي كيدوز. مثلا نوريكم امثله على السوق هذا هنا. ايوا وصلنا لهذا الحي هذا فين غادي نمشيو عند كليانه. بارك الله تولوز. وهنا هاد الشانطي علاش ناشف؟ حيت مرشوشة فيه الملحة. الملحة ذوبات داك التلج. التلج داب ولات بحال الشتا ونشفات. هاد الكليان هادي فين جاي عندها؟ نشوف 62 هي كتدخل عندها بحال هكا الدرايف واي ديالها صافي وندي ليها السلعة ديالها نديها اللور ديال الدار. يلا انا جاي. المهم حطينا ليها السلعة ديالها ماكدونالد. قالت لي حطو في الباب اللوراني ديال الدار كاين الامن والامان غير هو الكلب اللي عنده عقبيه وبدا كينبح. المهم سادة عليه الحمد لله اللي سادة عليه. كيف ما قلت لكم الاخوه اشنو الجو الطبيعه داكشي نقي بنادم مؤدب. هو هذا السيد هذا مخرج الكلب ديالو ضروري. هاد الناس هادو واخا الشتا واخا ما عرفت شنو ضروري يخرجوا ضروري يخرجوا يتمشاو وما عندهمش ليميت ديال لاج ديال الخدمه. كندخل لماكدونالد كنلقى بار اكزومبل ويكاند واحد النهار ماكدونالد ايماجيني اكبر اصغر اكبر واحد فيه بنت عندها 16 عام واصغر واحد فيه عنده 12 عام. بحال تقولي ايكول تقول ايكول خدامه جابوهم وحطوهم وخدموا في داك ماكدونالد خدامين كيتخلصوا من عند الكنيان كيصاوبوا لي كوموند كيطيبوا كلشي خدامين. بغيت نشوف عاشي سوبرفيزور كبير وكيجيريهم وداكشي والو ما كاينش صراحه. تبارك الله عليهم كيعلموا ولادهم الخدمه من الصغر. ماكدونالد ديال دياب اللي حدا المطار هذاك ماكدونالد هو اللي فيه الدراري الصغار كيكونوا فيه الويكاند كيكونوا فيه السبت والحد بالنهار ولا بالليل. المهم ما عرفتش على حساب وسينون بارفوا كنلقى في ماكدونالد ولا في اي ريستورون كتلقى امراه شارفه ولا راجل شارف عنده 70 عام ولا اكثر واقف وخدام وكيسربي وخدام وباخر وماشي لا انا وصلت 60 عام خصني نجلس خصني نعس لا ريتريت ديالي لا. هنا كيامنوا بواحد الحاجه هي انه الا جلستي وارتحيتي راه غادي تعطب. سيرتو مع الاسف عندهم هاد اللعيبه ديال الوالي لي غران بارون كي ولادهم ولا حفيدهم كيمشيو لدار اخرى وفهمتي كل واحد كيعتمد على راسو يعني ما عندهمش هذاك الدفء العائلي انه كي لي غران بارون كيبقاو مجمعين مع حفيدهم ومع ولادهم. وكاين اللي ما كيتزوجش وكاين اللي ما كيولدش ديكو هادي كيقول انا غادي نبقى بوحدي في الدار نبقى اللهم نخرج نخدم. وهادوك اللي ما كيخدموش ولا ما كيقدروش على الخدمه ولا ما كيبغيوش يخدموا ولا كيتخلصوا غير لا روتريت كتلقاهم يوميا كيجمعوا في القهاوي
واحد القهوه معروفه هنا سميتها تيم هورتن، هي ارخص وحده، راه وقيلا حلات وحده في كازا هاد العام. تيم هورتن كتلقى فيها الشراف جالسين مجمعين بنهار، كيجمعوا بنهار ولا بالليل حتى ديك السبعه، حيت انتم تبارك الله ما خارجين كيتمشاو. جالسين مجمعين بنهار حتى ديك السبعه، تيبقاو يجمعوا حتى السبعه حيت كينعسوا. وواحد القضيه اخرى، الشراف هنا 80 90 عام كتلقاها بعكازها وكتسوق وكل شيء بخير، ما كاينش المشكل، ما كتسناش اللي يجي يعاونها ولا حتى شي حاجه. مثلا كتشوفها باغا تقطع ولا هذا، تجي تقول لها جي نقطعك، لا الدور فيك، تقول لك لا خليني نعتمد على راسي. هادشي اللي ايوا كان هذا فلوغ ديال اليوم. وكما وعدتكم راه يوميا الفلوغات، اما واحد الطاكسي اللي كيغسل طوموبيل حيت اليوم الجو مشمس. كما وعدتكم يوميا غادي يكونوا فلوغات ان شاء الله يوميا كل نهار، ونحاول ما نكونش ثقيل عليكم. ايوا نهاركم مبروك، خلينا نحتفلوا بهاد النهار الاول ديال 40 عام. يلا نهاركم مبروك، وأدوما إن شاء الله.